خلينا ناخذ هيك بس يعني بشكل سريع عن الداتا سكرابينج. اوكي طيب، هو كتعريف ايش هو الداتا سكرابينج؟ عادة الشركات لما بتحط الكونتنت تبعتها، الكونتنت هذه طبعا هي تعتبرها انه هي يونيك، بمعنى انه هذه الكونتنت انه ما بدها اي حدا تاني انه هو ياخذ الكونتنت هذه منها ويحطها في الصفحة تبعته، او ياخذ من عدة مصادر ويحطهم في الصفحة تبعته. فبالتالي شو بتروح بتعمل؟ بتروح بتخلي البيانات تبعتها يعني انه يعني بتحاول انه هي تحمي البيانات تبعتها، يعني بمعنى اخر انه الشركات عادة انه او الويب سايتس عادة بيكون في لها يعني بتكون انه فيها محتوى، المحتوى اللي بدها تشاركه الشركة فبتروح بتعمله من خلال API، تمام، واللي ما بدهاش اياه فبتروح انه ما بتخليه متاح من خلال الاي بي اي. فالسكرابر عاده ايش بروحوا بيسووا؟ انه البيانات اللي مش متاحه بالاي بي اي فبحاولوا انه هم ياخذوها من الويب سايت بطريقه معينه، حتى لو كان في عندي محدوديه للوصول. طبعا قصه محدوديه للوصول يعني حنفهمها الان، لأنه في بعض الويب سايت عادة لما أنه أنا أحاول أنه أصلها أو أبعت لها طلبات متكررة فبتروح بتعمل لي بلوك للآي بي تبعي. حتوضح هذه الصورة الآن. طيب الآن الويب سكرابر، يعني خلينا نطلع على سبيل المثال على مثال معين هنا، ده مثال على سبيل المثال. خلينا نحكي على سوق .com. اوكي طيب، فالآن أنا يعني زي ما أنتم شايفين البيانات أنا عندي هنا، هذا عبارة عن اسم الأيتم، تمام، وهذا السعر تبعه، تمام، وهذا يعني الريت تبعه بهذا الشكل، وهذا الصورة تبعته. طبعا هذه البيانات يعني ممكن سوق دوت كوم إنه هي تتيحها من خلال AI، واروح احكي انه انا بدي والله كل المنتجات انه تبعت هواوي انه اجيبها كستراكشر داتا كجيسون، زي ما احنا بنجيب معلومات الطقس، بيانات الطقس اكيد زي ما شرحنا في المحاضرات الماضيه لما كنا نشرح على الشات بوت، وخلاص يعني. فبالتالي انه بتكون متاحه من خلال اي بي اي، لكن السوق دوت كوم ما بيحب انه هو تكون البيانات تبعته متاحه بهذا الشكل. ليش؟ لأنه في يعني خلاص أنه هاي البيانات موجودة في السايت تبعه، ما بده أي حدا تاني. يعني على سبيل المثال المنافسين تبعهم هواوي ممكن أنه هم يحاولوا يشوفوا الأسعار تبعت المنتجات هذه، فبدهم أنه هم يجمعوها في داتابيس. فبالتالي أنه يعني ممكن تلاقوا أنه يعني تاسك مطلوبة، إيش هي التاسك؟ إن أنا بدي إياك إنه تدور لي في 3-4 ويب سايتس كل منتجات هواوي، إنه أنت شو اسمه تجيب لي معلومات الموديل، بالإضافة إنه قديش السعر. أنا بدي أشوف أسعار المنتجات المنافسة تبعتي عشان إنه أنا أحاول. يعني شايفين هنا الخصم هذا، طبعا الخصم هذا مش محطوط يعني هيك، طب بيكون محطوط انه بناء على دراسة والله في شغلات منافسة او يعني مزودين منافسين غير سوق دوت كوم، انه والله نفس هذا المنتج بيروح انه بيطرحه بسعر اقل، فبالتالي احنا لا بدنا نحط الخصم هذا، هذا الخصم اقل، هذا بدون خصم، وهكذا.
تمام. فبالتالي فكرة السكرابينج انه انا بحاول انه حتى لو سوق دوت كوم مش متيح هذه البيانات انه انا احصل عليها، لكن انه انا ممكن اتحايل عليه وانه بروح بحصل على هذه المعلومات من خلال سكرابينج. ايش خطوات السكرابينج؟ خطوات السكرابينج انا في عندي 3 خطوات زي ما انتم شايفين على شكل درج. اول حاجة انه احنا بدنا نعمل بول للانفورميشن باستخدام الاتش تي تي بي جيت ريكوست، وهذا الكلام احنا شفناه لاحق سابقا. خلينا نفتح كولاب جديدة. شوف هذه إذا خلصت. هنا أعمل واحدة جديدة. اوكي، الان احنا عندنا في البايثون في عندي باكج اسمها requests، اكيد مرت عليكم قبل هيك. ففعليا انه هذه انه HTTP for humans، فببساطه انه بروح بعمل import لrequests، تمام، وبروح بجيب يعني بستخدم انا عندي في الريكوست انا في عندي الميثود get وبوست، فبالتالي انا بدي استخدم الجيت. ايش معنات الجيت؟ زي كانه انا بروح بفتح سوق دوت كوم هيك في البراوزر وبروح بعمل انتر. هذه معناها الجيت. فخلينا نعمل هنا امبورت ريكويستس. وهنا R بتساوي اللي هو response اللي هو requests.get، وبدي له هنا الـ URL اللي هو بجيب call منتجات واوي بهذا الشكل، يعني زي كأنه افتح لي إياها في البراوزر. اوكي، هاي enter. تمام، الآن أنا في عندي هنا الـ r.statuscode. طبعاً الـ statuscode هنا في الـ HTTP بروتوكول. هذه الصفحة مش موجودة. أوكي، موجودة. أوكي، ناخدها مع الـ C ومع الرقم هذا. بنشوف الـ status code، إذا كان 200 معناها إنه هو أوكي. طبعاً هذا الكلام كله أنا وين ممكن أشوفه؟ ممكن أشوفه هنا، بروح بفتح F12 عفواً، الـ developer option. أنا في عندي هنا الـ inspect، إنه أنا عندي هنا بحدد الـ element تبعي، إنه أنا بعمل highlight في مكان معين، يعني مثلا انه هذا المكان. شايفين انا كل ما اعلم على مكان بروح بحدد وين انه هو موجود في الكود بهذا الشكل، بحدد لي يعني هو وين موجود في الكود. فبالتالي انه هذا الديف وين موجود؟ هيو. طيب هذا شايفين هذا كله هو عبارة عن صفحة كلها. طب هذا عبارة عن سكريبت. طبعا اكيد بطبيعة الحال انه لازم يكون في عندكم فكرة عن الـ HTML، الكود تبع الـ HTML. هذول كلهم عبارة عن المحتوى، كل ما أعلم على واحدة
بروح بجيب لي إنه هي وين موجودة هنا في الكود. طبعا هذا الكلام كإنسبكشن كإليمنتس. في أنا عندي هنا النتورك، في النتورك هذه هي بتديني الستيتس هذا اللي أنا حكيت عنه. فالآن أنا مثلا على سبيل المثال بدي أرجع لكل منتجات، بدي أعمل كليك على هذا الرابط، تمام، اللي هو هواوي، شايفين؟ فبدو بدي يجيب لي كل الفئات. فالآن لاحظوا إيش حيصير معي، كل الطلبات هذه اللي أنا طلبتها والصفحات والصور هي بروح بيجلب لي إياها في النتورك. وزي ما أنتم شايفين الستيتس كود تبعتها إنه 200. 200 معناها إنه أوكي تم جلب الريسورس هذا بنجاح. طبعا ممكن يكون في عندي ال HTTP كود، هذا برضو لازم إنه أنتم يعني تعرفوه. في HTTP كود cheat cheat cheat. أنا عندي ال 200 كلها إنه أوكي، عندي ال 300 عمالي أنا بتذكر ال 400 ايرور، تمام، أو ال 400 إنه البيج نوت فاوند، ال 500 إنه كل فئات ال 500 يعني 501 502 503 إنه في ايرور على السيرفر، ال 300 إنه الريسورس هذا موفد أو شغلة زي هيك. خلينا نشوف هذا الشيت. هاي أنا عندي الواحد صفر صفر، تمام، الواحد صفر صفر إنه 100 كونتينيو، 101 سويتشنج بروتوكول، 102 بروسيسنج. فمن خلال هذه السايت إنه أنت ممكن تعرفوا الـ HTTP كود. هي الـ 200 200 201 202 كل هذا الكلام. 200 اتس اوكي، معناها إنه الأمور تمام. الآن 300 انا في عندي multiple choice، انا عندي 301 moved permanently، انا بكون طالب صفحة وتم او resource تم نقله لصفحة تانية، فبالتالي ممكن انه هو يتبعه في الصفحة الجديدة. هنا temporary redirect، تمام، ال 400 كلها عبارة عن bad request unauthorized payment required، ال 500 internal server error، 501 not implemented، 502 bad gateway. طبعا كل ايرور بيكون في له معنى معين. فهنا انا من خلال الريكوست انا جبت الستاتس كود انا انه هو 200. فالان انه جلب الريسورس، جلب الريسورس انه الصفحه هذه بدي اشوف الصفحه هذه r. هنا عندي، خليني ارجع هنا للتوتوريال. هاي الستاتس كود انا بقدر اجيب الهيدر، بقدر اجيب الانكودينج، بقدر اجيب التكست. اوكي انا بدي اجيب التكست، خلينا نجيب الهيدر، هيدرز. ايش هنا عندي هيدرز؟ هنا هاي الديت، الكونتنت تايب، الكاركتر سيت، كل المعلومات هذه موجوده في الصفحه هذه، تمام، انه موجوده في الهيدرز. ممكن اجيب الار دوت تكست فبيجيب لي فعليا محتوى الصفحه واللي هو عباره عن HTML كود. زي ما انتم شايفين هذا عباره عن HTML كود، كله هذا كله زي هيك، هي حاطط لي نقط نقط نقط، هذا فيه له كماله. هيو شوينج اكثر من 1 2 3 5 5 مليون و 500 مليون 558 مليون و لا مش مليون، هذه 558 ألف كاركتر. ففعليا انا جبت الصفحه كلها ك HTML. فعليا البراوزر ايش بيسوي؟ صفحه ال HTML هذه بيروح بعملها ريندر. ايش معنات ريندر؟ اكيد انتو يعني ال HTML W3 كل ممكن هذه تتمرنوا فيها على ال HTML. ال HTML language اللي هو او ال hypertext markup language، انه هي بتكون عبارة عن tags، والtags هذه من خلالها انه هي عبارة عن formatting instruction للبراوزر. انا بقول للبراوزر
لو سمحت حط لي هذه على شكل باراجراف، حط لي هذه على شكل تيبل، حط لي هذه على شكل فورم، حط لي هذه على شكل listed items زي هيك. فمن خلال ال يعني هاي الدوكيمنت هذا زي هيك، تمام. فبالتالي انا بدي له انه هاي بفتح التاج HTML، بسكره هنا، برضو بفتح التاج البادي وهي التسكيلة تبعته هنا. طبعا قبل ما ابدا البادي بدي افتح الهيد اللي هي الترويسة. الترويسة ممكن احط فيها التايتل، ممكن احط فيها شغلات كثيرة. هذه عبارة عن هيدر، هاي عبارة عن باراجراف. الآن هذه عبارة عن فورماتنج ستراكشر. شوفي كيف لما انه اطبق هذا الكلام، هذا ك HTML كود وهذا الريندر تبعه، هاي اللي بقصد بالريندر تبعه. فالآن الجيت هي فعليا بتجيب لي زي ما شفنا هنا، بتجيب لي محتوى الصفحة ك HTML. بعد ما ينجاب البراوزر بروح بعمل له ريندر. ايش يعني ريندر؟ بروح انه بفسر ال HTML tags هدول وبيروح بعرض لي اياها كفورمات التكست. طبعا هنا انا ممكن العب بالتكست زي ما انا بدي. هنا ممكن احط H2 هنا، وهنا احط H3 واشوف الفروقات بيناتها. خيرا، فهي H1، هذه H2، هذه H3. ممكن اعمل تيبل، ممكن اعمل اي شغله. طبعا هذه الشغله انه لازم يعني انه ستاندرد، لانه البراوزر انه هي بتفتح ريسورس موجوده على الانترنت وبتشغل ستاندرد، فعشان هيك اخترعوا ال HTML او بيستخدموا ال HTML على نطاق واسع. اوكي، نرجع هنا انه اول خطوه انه احنا نجيب ال HTML بيج، جبناها. ننتقل للخطوة الثانية، إنه إحنا بدنا نعمل بارس لل HTML document، تمام؟ وبدي أدور على نمط محدد من البيانات، وهو النمط هذا بدي أستخرجه هنا في الخطوة الثالثة. يعني في صفحة ال HTML هذه أنا إيش بدي؟ بدي أجيب العناوين، جمع لي كل العناوين من صفحة ال HTML. إيش النمط تبعها؟ والله العنوان بيكون موجود بين تاج كذا وتاج التايتل عفوا، وهي التسكيله تبعته. فبالتالي ممكن نجيبه زي هيك. طب انا احنا ايش بدنا نجيب؟ بدنا نجيب هنا السعر. السعر هذا وين موجود؟ هيو هنا. اوكي، فالسعر هذا هنا كاليمنت، شايفين؟ هاي شايفين وين موجود؟ بعلم على هذه التول، تمام؟ بضغط على السعر زي هيك، هايو موجود هنا في H3 class item price، وهيو محطوط زي هيك. ما دام عرفت النمط خلاص انحلت المشكلة تبعتي. فبالتالي بروح بعمل parse لل HTML page، تمام؟ وبروح بدور على النمط هذا وبحاول إنه أستخرجه. بدور على ال H3 والكلاس تبعها الـ item price والكلاس تبعها item price، وبروح بجيب النص تبعها زي هيك. هذه هي فكرة الـ web scrapping، تمام؟ نيجي الآن نشوف هذه الـ old price، يعني شايفين؟ أيوة علمت عليها، هي تعلم عليها هنا. طيب علمت عليها، أيوة هنا بتعلم عليها، أيوة على الشمال. أوكي، تمام. اللي بعده هذه نشوف هي وين موجودة. هي هنا، وهي الأولد برايس تبعها بهذا الشكل، تمام. طيب يبقى الخطوات باختصار كمان مرة. أول حاجة بجيب ال HTML، يعني بعمل pull information باستخدام ال get request
الخطوة الثانية بعمل بارس لل HTML document وبدور على نمط معين. الخطوة الثالثة إنه بروح بستخرج هذه البيانات اللي أنا حددتها حسب الأنماط وبروح بدرجها في database مثلاً أو أي شيء من هذا القبيل يعني. وعن اسم الحاجة أيوة اسمه هواوي ميديا باد تي 3. أوكي طيب، إيش التارجت داتا تبعتي؟ الداتا تبعتي ممكن تكون واحدة من هدول الثلاث شغلات. إيش هي؟ إنه أنا بدي أعمل content scrapping such as product reviews. يعني على سبيل المثال إنه أنا بدي مراجعات هذه ال أنا في عندي تقريبا هنا 1000، بدي أخذ هذا الأيتم تتفرج عليه. أي الوصف في هنا التقييمات، هاي التقييمات جيد وتحمل لعب الأطفال، ممتاز بصراحة ولكن بطيء شوية لأنه 1 جيجا رام. بدي أجيب كل المراجعات هذه، فهذه إحنا إيش بنسميها؟ بنسميها إنه أنا بدي أجيب content scrapping. زي إيش مثلا؟ بدي أجيب الريفيوز لبرودكت معين. النوع الثاني من التارجت داتا اللي هو البرايس سكرابينج، زي كيف مثلا انه انا بدي اجيب الكومبيتيتورز برودكت برايسز. فانا على سبيل المثال لو انا بعرض في يعني انا كسوق دوت كوم، تمام، لنفترض انه انا في عندي ويب سايت ثاني اسمه متجر دوت كوم وبرضه هذا بيعرض اجهزه الكترونيه وهذا بيعرض اجهزه الكترونيه والاثنين بيعرضوا نفس البراندز، بيعرضوا سامسونج وجالاكسي، سامسونج جالاكسي وهواوي، وبرضه المتجر الثاني بيعرض نفس الشيء. فالان عاده المستخدم على وين بيميل يعني في التسوق ال يعني في التجارة الإلكترونية أو في التسوق على الإنترنت، بميل لأنه هو يروح على المتجر اللي بيعطي بسعر أقل. فبالتالي أنا بصير من وظيفتي مثلاً أنه في سوق دوت كوم أنه يطلع على أسعار نفس المنتجات في المتاجر الثانية المنافسة ويشوف أنه والله السعر تبعنا كويس، نعطي بسعر أقل ولا نخلي نفس السعر نرفع السعر زي هيك. فبالتالي هذه التارجت تبعتي بتكون انه انا بعمل برايس سكرابينج، تمام. هذه ممكن انا اضيف عليها زي ايش مثلا فوتبول ماتش ريزلتس زي هيك، تمام. ممكن نفتح موقع زي مثلا انا مش كتير في الكورة الصحيح يعني كورة في ويب سايت أعتقد اسمه كورة، هاي أهم المباريات وشايفين هنا نتائج المباريات. أنا بدي أعمل سكرابينج لنتائج المباريات، تمام، وأنا بدي أعرضها ملخصات أنا عندي في الأخبار تبعي، يعني زي كأنه أنا بدي أسرق محتوى من هذا السايت وبدي أنا أجيب نتائج المباريات زي هيك. يعني هما يعني أنا يعني هم بتعبوا عليها وبيشوفوا يعني النتائج هذه إن هم بحصروا عليها وبحطوها في السايت تبعهم وأنا بأخذها منهم جاهزة من خلال سكرابينج. بجيب اسم الفريق من هذا الأيتم واسم الفريق من هذا الأيتم، وهنا بجيب نتائج المباريات. طبعا هنا في منافسة شديدة إنه يعني أنا ملخصات المباريات إنه أنا أحطها زي هيك. وبالمناسبة يعني حتى جوجل أعتقد بيعرض النتائج هذه إنه ستيبل، نتائج مباريات بعرفش إيش في مباريات اليوم أو نتائج دوري، بعرفش في دوريات شغالة، دوري الأبطال، دوري الأبطال أوروبا،
في دوري، في اسمه يبدو انه دوري ابطال اوروبا، يبدو انه شغال حاليا. طبعا كمان مره بكرر انه انا ماليش في الكوره، مش متابع كوره يعني، فانا مش عارف ايش الدوريات اللي شغاله حاليا. ففعليا البيانات هذه هي بعرض لي اياها كتيب في تيبل، يعني هو بيجيبها جوجل من عده مصادر، تمام، وبروح بعرضها هنا في التيبل انه انا عندي الفريق هذا لعب مع الفريق هذا، وهذا جاب 2-1 وهذا 1-4. اوكي تمام. ف اللي بدي اوصله هنا انه في البرايس سكرابينج، انه انا عاده بدور على ارقام، والارقام هذه مش بالضروره انه تكون برايس، ممكن زي ما حكينا انه ممكن تكون نتائج مباريات بالإضافة لأسعار المنتجات المنافسة زي ما إحنا شفنا. النوع الثالث اللي هو الكونتنت سكرابينج، وهذا مطلوب كتير 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 في منصات الأبورك، إنه أنا بدي أجمع عناوين أو إيميلز أو فونز أو أدريسيز. طبعا الغرض في هاي الشغلة إنه هم لما يجمعوا البيانات إنه بدهم إياها في التسويق الرقمي. في التسويق الرقمي إنه هم مثلا بدروح يبعث مثلا إيميل فيه إعلان أو دعاية، فبيبعته على قد ما يقدر من عناوين، لازم يكون في عنده قاعدة من عناوين البريد الإلكتروني، تمام. فطبعا يعني ليش بيحتاج الادريسيز؟ لانه على سبيل المثال انه هو بده يستهدف فئه معينه، بده يستهدف مثلا، بده يبعث اس ام اس لسكان مدينه معينه، يعني بده يعمل حمله اعلانيه في مدينه معينه، بدوش يبعث لكل المدن. فبالتالي عشان هيك انه هو بيحتاج الادريسيز، فبيقدر انه هو يفلتر الكونتاكتس حسب الادرس، وبقول انه بدي كل اليوزرز او كل البيبول اللي موجودين رقم جوالهم اللي موجودين في مدينه معينه، عشان بدي ابعث لهم اس ام اس لحدث معين، او يعني شغله بده يروج لشغله معينه. فهذه كتير مطلوبه على الانترنت، تمام. طيب اوكي، طب ما دام السكرابينج زي هيك بخرب الدنيا، يعني معقول انه يعني يعني الشركات انه خلاص هيك المواقع تبعتها مفتوحة للسكرابينج وبعملوش ولا اشي؟ لا بالطبع، بطبيعة الحال في عندهم اساليب عشان انه هم يحاولوا انه هم يحدوا او يخففوا من حدة او من اثر الويب سكرابينج. ايش هي هذه الشغلات؟ ريت ليميت ريكويست، تمام. يعني على سبيل المثال نرجع للسايت تبع خلينا نخلص من الكوره، نرجع للسايت تبع المتجر تبعنا هذا. الان على فرضيه انه انا بدي استعرض كل المنتجات اللي هنا، طبعا لو انا مستخدم عادي، يعني عفوا انا ممكن استعرض لي ثلاث اجهزه ذكيه، اربع اجهزه، خمسه، 10 إن كترت بقارن بيناتها، بدي أختار مش 100 و200. فبالتالي يفترض أنه سوق دوت كوم بيكون عامل سياسة، إذا أنا إجاني أكثر من 100 ريكوست خلال فترة زمنية محددة، مثلا خلينا نفترض أنه خلال ساعة زمنية، إذا إجاني 100 ريكوست من مصدر معين، من أي بي معين، خلص بروح بعمل بلوك للأي بي هذا، بيصير أنه ما بيقدر أنه هو يعمل لي ريكوست بعد هيك. فبالتالي هذه الخطوة الأولى، إنه أنا ريت للليمت ريكوست، تمام. الشغلة الثانية اللي هو ممكن إنه هم يخففوا من حدة الويب سكرابينج، اللي هو الموديفاي ماركاب لانجويج ات ريجولار انترفلز. هم فعليا ممكن ينجحوا في لم أسعار ال زي ما شفنا هنا، هاي السعر وين موجود؟ هاي هنا، تمام، موجود في تاج H3. اوكي، ممكن انه هنا حاطط الكلاس تبعه، ايش حاطط الكلاس تبعه هنا؟ price is CSK CR CLR 1. فبالتالي انه الكلاس تبع هاي الشغله ممكن انه هو يغيره بين الفتره والثانيه، فبالتالي لما اجي بدور اذا تغير خلاص بيصير
ببطل في ماتش بقدر انه ببطل اقدر انه انا فعلا الم بيانات تبع من عنده بانتظام. ممكن انجح في فتره معينه بجيب شويه بيانات، لكن ما بقدر انه انا يعني بانتظام انه انا اضلني يعني اجيب بيانات منه. فبالتالي هذا بتطلب انه اغير المركب بشكل منتظم خلال فترات معينة عشان انه احاول احد من وطأة السكرابرز. الخطوة الثالثة او الطريقة الثالثة انه انا استخدم الكابتشا للهاي فوليوم ريكوست. وهذه الشغلات انتم ممكن على فكرة بتلاحظوها انه في ويب سايت معين بطلب منك انه انت تدخلي الكابتشا، انه بحاول انه يتاكد انه انت مش روبوت او اللي بيعمل ريكوست هذا مش عباره عن برنامج يعني بيعمل طلبات بشكل آلي. فبالتالي انه فعليا السكرابر الويب سكرابر او البرنامج تبعي اللي انا بعمله عشان يعمل سكرابر سكرابينج بيقدرش انه هو يجتاز الكابتشا. فهذه هي الطرق عشان انه احنا نعمل الشغلة هذه. والقضية في النهاية بتخضع لعبة القط والفأر. هي فعليا زي هيك يعني، هدول بتحايلوا هيك شوية وهدول بحطوا شوية إجراءات حماية وهدول برجعوا بتحايلوا عليها زي هيك. تمام. الآن بدنا نفرق بين شغلتين مهمتين اللي هي الديتا كراولينج والديتا سكرابينج. Data scrapping زي ما حكينا إنه أنا أخذ البيانات من ويب سايتس معينة بأنماط معينة. طبعاً يعني هذا الكلام إنه بيكون خارج أو يعني مش مرغوب فيه من قبل أصحاب المواقع هذه. لكن الداتا كراولينج عادة هذا بيصير من قبل السيرش إنجينز. تمام. والغرض منه إنه السيرش إنجين تعمل فهرسة لكل المواقع عشان لما اي حدا يبحث يقدر انه هو فعلا انه تكون النتيجة هذه included ويطلع لي اياها ضمن نتائج البحث. طبعا في السايتس بتكون يعني هذه الشغلة يعني يعني هذه الشغلة تفصيلة موجودة في الويب ماستر اللي بيدير ويب سايت، انه في الويب سايت تبعي بروح بحط ملفات تعريفية للكراولرز للسيرش انجن لجوجل، بقول له خلي بالك هدول الفئات كلها. تمام. هذا كله مثلا انه هذه الروابط كلها يعني ممكن انه انت تعملها فهرسة ما عدا مثلا رابط كذا ورابط كذا، فبحكي له انه allow لكذا وكذا وكذا وما تسمح لكذا وكذا. فبالتالي فعليا بتقدر تقول انه في علاقة تفاهم بين محركات البحث والويب سايتس في موضوع الديتا كراولينج. لكن موضوع الديتا سكرابينج لا، فعليا أصحاب المواقع بحاولوا إن هم يحدوا من الـ scrapping باستخدام هذه الطرق. أوكي. طيب فعليا إحنا وصلنا لجزئية libraries إنه إحنا بدنا نجرب هذه الشغلات بشكل عملي. إحنا already جربنا يعني مفهوم الريكوست. تمام. الآن بدنا نشوف كيف بدنا نستخرج بيانات من هنا. احنا خلينا نتوقف هنا، والجلسة الجاية ان شاء الله بنحاول انه نكمل بقية المكتبات اللي انا حطيت لكم اياها اللي انتم ممكن انه انتم تستخدموها في هذا الاطار. بيضل اذا في كان عندكم اي استفسار او سؤال في موضوع السكرابينج في اي شرح في اي نقطة من النقاط اللي انا شرحتها الآن، ممكن انتم يعني تسألوني الآن قبل ما أوقف التسجيل. في أسئلة؟ أوكي.